موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2021 ميلاديا 1442 هجريا. قبل ما أبدأ يا ريت تنزل تحت الفيديو تضغط لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك الأخبار الجديدة يوميا. كل سنة وحضراتكم طيبين. في جمهورية مصر العربية في 5:20 صباحا، في الكويت في 5:04 صباحا، في المملكة العربية السعودية في 5:53 صباحا، في سوريا في 5:45 صباحا، في ليبيا في 6:13 صباحا، في لبنان في 5:42 صباحا، في البحرين في 5 صباحا، في تونس في 5:15 صباحا، في الجزائر في 5:43 صباحا، في قطر 4:58 صباحا، في الإمارات 5:43 صباحا، في السودان في 5:34 صباحا، في العراق في 5:07 صباحا، في المغرب في 5:35 صباحا، في فلسطين في 5:52 صباحا. كل سنة وحضراتكم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلينا يا رب جميعا، وعلى الأمة الإسلامية وعلى كل جميع الدول العربية والإسلامية. وأتمنى ما تنساش تنزل تحت الفيديو تضغط لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك الأخبار الجديدة يوميا. اليوم الإخبارية أخبار على مدار اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.